السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. معي سؤال يا شيخنا، وتكرم اتفضل. الله يحفظك. الله يبارك لك في وقتك يا رب، ويبارك لك في اهلك ووالدك وولدك يا رب. وإياكم وإياكم، اتفضل. نعم. لو واحد عنده أرض بس ميراث، يعني مشاع أرض مشاع مش قادر يبيعها. أيوه. وعاوز يجوز بنته ومش قادر يجوزها، مش قادر يجهزها يعني. أيوه. هل يجوز إن احنا نعطيه من مال زكاة المال؟ هو لا يجد للأرض مشتريا؟ نعم. لا يجد مشتريا للأرض؟ لا لا يجد، لا استطاع. أيوه، لا يجد مشتري للأرض. أيوه. يجوز بقدر الحاجة، لكن بقدر الحاجة لا تتسع، يعطى لفقره.